السلام عليكم. اليوم زي ما انتم شايفين جهزنا هذه الطاوة على الكريب. ايش حنسوي عليها؟ حنسوي عليها هذه الكيلو اللحم. حطينا فلفل اسود ملعقة وملح حسب الكمية، بهارات مشكلة، ويلا نبدأ. طبعا هذا ايام الحجر الصحي في البيت، ما احنا عارفين ايش نتعشى يوميا. شايفين كيف؟ هذا همبرجر على السريع، هذا اول واحد، ونبدأ في الكمية كلها نخلصها. زي ما انتم شايفين هذه هي البهارات السبعة اللي احب استخدمها على المشاوي وعلى اللحمة وكذا. الحين هذا الفلفل الاسود انا قد حطفت، بس حزود عليه شويه. هذا شوفوا ما شاء الله بدات تنضج. هذا الفلفل الاسود اللي ابغاه عشان كذا اللون شويه حق اللحمه يصير تمام. بس انا طبعا قد سويت له فلفل وملح، بس هذا زياده اضافات مني. كنتاكي في الحجر عشان اليوم زي ما انتم شايفين لا في ماك ولا كنتاكي مع الحجر الصحي المنزلي، وعلينا بالعافية. ما اخفيكم هذا سر الصغير في الهمبرجر البيتي، لازم نضيف لبس رمان عليه. احنا هذه طريقتنا، شايفين بس نقطة حاجة بسيطة زي كذا، وكلها تقريبا نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. زي ما شايفين هذا جبس الرمان، هذا اللي يدي نكهة الهمبرجر البيتي. الهمبرجر البيتي الخاص بنا هذا بالصوص. نقلبه عشان الصوص يجي تحت، بعدين يجي من فوق الهمبرجر لما نقلبه، خلاص عشان يقرب ينضج معانا. بس 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 نقلب ونقلب. هذا هذولي بسم الله، شوف الريحة كيف، ما شاء الله تبارك الله، نعم الريحة. هذا همبرجر، ونجهز العيش والسندوتشات. في حشو الهمبرجر بالطماطم والبصل والخس والمايونيز والكاتشب، وبكذا زي ما انتم شايفين حطيتها على شوية زيت كذا، بنفسه الزيت الموجود في الطاوة زي ما انتم شايفين، بس زي كذا اقلبها وجه. هذه لسه ما قلبتها، وهذه لسه ما قلبتها، هذه القفل وهذه الوجه، هذولي قلبتهم خلاص، دولي جاهزين للأكل. زي ما انتم شايفين المقادير جوا، ما شاء الله تبارك الله، شيء يفتح النفس. وإذا حبيت أذكركم، ما انتم مشتركين في القناة اشتركوا، وإذا مشتركين حطوا لايك وفعلوا الجرس. شكرا. شايف المكونات من جوا، حطها في القصير، نقفل عليها بالعافية على النار.